السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا جماعة أنا كلت ربع الريف من ده دلوقتي مش قادر. الريحة العيش وهو طالع من الفرن يا جماعة، العيش وهو طالع من الفرن بيبقى حاجة، بيبقى بيشدك كده شد بركة في البيت، والعيش ما يتاكلش أصلا طالع من التلاجة. والله أنا بزعل لما بيبقى عندنا خبز ولا حاجة ونحطه في التلاجة بزعل. المهم لما تشوف المنظر الخبز وهو طالع من التلاجة من الفرن، مفيش مقاومة، مفيش هتقاوم أصلا. هو الفيديو كله يا جماعة، الفيديو النهاردة على الخبز، أنا مش هطول عليكم إن شاء الله. الفيديو على الخبز ده أهو، ناس كتير طلبوه مني أهو. أنا بس عايز حاجة كده، شوفوا شوفوا المنظر، بصوا، عايز بس أوريكم بجد يعني هو يستاهل العيش. طبعا هو انا عملت الفيديو ان شاء الله هتشوفوه، عملت فيديو العيش ده اهو. انا بس عايز اوريكم، شوفوا المنظر من هنا، شوفوا شوفوا الطعام بتاع العيش، شوفوا شوفوا بقى، شوفوا بقى. لما تحب حد تعمله سندوتش يعني اهو، شوفوا الخمر بتاعه عامل ازاي، بسم الله. انا عايز بس انت طبعا هو هي الكاميرا بتقول اهي، شوف المنظر وما اقولكوش على ريحته كده، ريحته كده مش عامل ازاي. اعملوا الوصفه دي ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا، طبعا هتاكل بقى اي حاجه، وصدقوا بالله حياه ربنا العيش ده يتاكل حاف حاف من غير اي غموس معاه. على راي المصريين عيش فين ويتاكل حاف اهو، هم عاملوا كده اهو زي ما انت شايف كده، شويه طماطم شويه جبنه شويه حاجات كده اهو محطوط كده، وهتاكل احلى اكل مسكر مملح زي ما انت اهو. الله اللهم صل على النبي، حاجه شوفوا الجمال يا جماعه. الوصفه دي ناجحه جدا جدا اهو، ان شاء الله تعملوها ان شاء الله تعملوها. انا هنزل لكم الفيديو باذن الله على طول بتاع الخبز اهو، المنظر اهو. لو معلش التعبير بتاعي هيجي، قلت لك ان العيش ده عامل زي ما يكون عندك احتفال، انت بتعمل الخبز في البيت اكنك عندك احتفال في البيت، عندك عيد ميلاد، عندك فرح، عندك اي حاجه حلوه يعني في البيت اهو. حاجه جميله جدا بجد يعني، اللهم صل على النبي. ان شاء الله الوصفه دي هتلاقوها هنحطها على طول، هتبقى هحطها تحت الفيديو ده. تهيئه العجن هتلاقيها تحت الفيديو ده ان شاء الله، هتتبسطوا منها جدا، هحبكم جدا، مش عايز اطول عليكم، بس اعملوا الوصفه ديت جميله جميله جميله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.